شعري هو يعني بدون ما كيف عرفتي؟ كلامك اول مره بتشوفينا وائل اول مره اشوفها بس عرفنا من صوتها لاني وايد اسولف معها بالتليفون انا امبارح يعني بجلسه هيك عم نسولف انا ونوال فقلت لها بس حلوه كثير الاغنيه الديو يعني قال ايه قلت لها والله كثير حلو صوته منير صوته جميل صحيح قلت لها لما التقيت وقالت لي ما نحن ما التقينا قلت لها ايه كيف سجلتوا ديو من دون ما تلاقوا قال ايه انه وصلتني الغنيه وهيك طيب بس انا اخترت منير مش بس اخترتها كذي ما عرفها انا اخترتها بعد الحق عليك اللي شمت الناس فيها الاغنيه اللي سواها حق فضل شاكر سمعتها كثير عجبتني وظليت افتش على منير لما لقيت رقمه وقلت لك هالكلام اول ما كلمتك قد ايه بيعطيك رضا لك منير وانت مغني بالاغنيه ديو وملحن الاغنيه كمان هو الحمد لله في الاول وفي الاخر ودي اكيد حاجه تبسطني جدا